الصيف هو أحد أنواع الاكتئاب الموسمي. كلنا بنعرف أن الصيف من أجمل الفصول ومن أكثر الفصول اللي منغير فيها أجواء وبتكون فيها لمة العيلة دائما، ممكن نسافر بفصل الصيف دائما. فاليوم رح نتحدث عن هذا الاكتئاب، للأسف في بعض الأشخاص بتعرضوا له وهو اكتئاب موسمي. رح نتحدث مع أخصائية علم النفس العيادي بسمة كيلاني عن هذا الموضوع، عن الفرق بينه وبين الاكتئاب العادي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، نورتينا بسمة. تسلمي، كيف حالك؟ أهلا. بداية خلينا نحكي شوي عن الاكتئاب الموسمي بشكل عام، نفرق بينه وبين الاكتئاب العادي، وما المقصود بالاكتئاب الموسمي؟ هلأ الاكتئاب العادي هو من اكتئابات من أنواع اكتئابات المزاج، بينما الاكتئاب العادي هو من اضطرابات القلق، بينما الاكتئاب الموسمي هو من اضطرابات المزاج. بس الدليل التشخيصي الخامس بطل هلأ يعتبره اكتئاب بحد ذاته، يعني نوع بحد ذاته، هو صار يعتبره من أنواع اكتئاب المزاج العام. نعم. ويعتبره زي نوع، بس هو مع نوعية موسمية. نعم. يعني زي كأنه فبطل هلأ يعتبروه نوع بحد ذاته. هلأ خلينا نحكي شوي أنه العلماء بشكل عام لحد اليوم ما قدروا يكتشفوا السبب، أو السبب يمكن غامض وراء هذا الاكتئاب. مزبوط. الاكتئاب الموسمي. فبحب أسمع منك كأخصائية علم نفس عن هذا الموضوع، تحكي لي عن الأسباب اللي ممكن أي شخص يكون معرض لإلها وممكن يصير معه هذا الاكتئاب الموسمي. هلأ هو لقيوا أنه في المناطق اللي فيها الشمس ما بتظهر أوقات طويلة زي ألاسكا، وهي النسبة كتير بتزيد، يعني هي بالعالم النسبة 1.4%، بينما بألاسكا والمناطق هاي النسبة 9%. بيقولوا أنه الشمس وقديش بتطلع وقد تأثير هذا الحكي على الجسم هو بيلعب دور بإفراز السيروتونين والميلاتونين والصبغات اللي بالجسم. بس لسه ما في إشي 100% مؤكد. نعم. هلأ خلينا نحكي شوي عن فصل الشتاء. يمكن في صورة نمطية من قبل الأغلبية، خلينا نقول أنه فصل الشتاء هو الفصل يعني الأكثر، خلينا نقول نكدا. كل حدا بيقول أنه فصل نكد ومش مصدقين على الله أمتى بده يجي فصل الصيف عشان نفرح وننبسط وتيجي الشمس. يعني خلينا نحكي عن الفروقات بالاكتئاب الموسمي بين الشتاء الصيف، ممكن يكون في بالربيع أو الخريف ما بعرف. مزبوط. فبحب أسمع منك. أوكي. هلأ هو أكثر شيوعا الاكتئاب الشتوي بالعالم كله، بس في اكتئاب في فصل الصيف. هلأ الاكتئاب الشتوي اللي بيميزه أنه الشخص بيصير بينام أكثر، لأنه إحنا بنعرف بالاكتئاب بيصير اضطرابات بالنوم، الأكترية بيصيروا ما يناموا منيح. صح. بس بالشتاء لا، بيصير الواحد ينام أكثر، بيصير عنده رغبة في الأكل أكثر، وخاصة في النشويات. فبنصح هيك بننصح بالشتاء أكثر، بنصح الشخص، وبيصير ما عنده الرغبة في أنه يطلع ويعمل أي نشاطات. بصير في خمول، بصير في خمول، وبصير تقريبا. صح. نفس أعراض الاكتئاب العادي، أنه شعور في عدم قيمة الذات، مشاعر في الذنب، شعور في الاستسلام، وأنه الحياة ما فيها أمل وكل هذا الحكي، وبزيد كمان الرغبة في الانتحار. ولكن الدراسات كلها بتقول أنه أعلى نسبة للانتحار عكس ما إحنا بنتخيل أنها ممكن تكون بالشتاء، هي في آخر الربيع أول الصيف. بتعلى نسب الانتحار كتير عالميا. نعم. ففي كتير أسباب وفي كتير نظريات. إشي بيقول إنه الشخص بيكون متوقع حياة أفضل وبيصيبه خيبة أمل، صدمة. إشي بيقول إنه الحياة كلها بتتجدد، فهذا الشخص بيكون مش لاقي. مثلا بيكون فقد شخص عزيز أو كذا، فبالعكس بتزيد الأزمة عنده، لأنه بشوف كل الناس طالعة ومبسوطة. طيب. وما إلى ذلك. بس ما بنقدر نحكي شوي عن الأعراض اللي ممكن نتعرض لها كأشخاص معرض للاكتئاب الموسمي بفصل الصيف، يعني بهالفترة؟ هلأ بفصل الصيف هي بتيجي مختلفة، بتيجي بالعكس، قلة نوم، مشاعر قلق، رغبة في الحركة الزايدة طول الوقت، ونقصان في الوزن، والنوم كتير بيصير أقل. فهم بيستعملوا حتى طريقة علاجية اسمها الهواء الأيونايزد، يعني بيستعملوا طريقة للهواء مشان يساعدوا الشخص ينام. بشحنوا الهواء بأيونات سلبية. نعم. فهمت عليك. طب بدي أسألك سؤال، كيف بنقدر نفرق بين المشاعر الحزن
المشاعر العادية هي اللي بتكون ممكن تمر على أي إنسان بحياته، وبين الاكتئاب. يعني أي حد بده يكون حزين وزعلان يعني هو مكتئب. ممكن نوضح هذا الموضوع للمشاهدين أكثر ممتاز. بشكل معمق. هلأ هو المشاعر بشكل عام هي أو الانفعالات هي إشي بنشعر فيه، بيعملنا مشاعر جسدية كمان. يعني عادة بنشعر مثلا غصة في بطننا، منحس بوجع راس، منحس بيجي معاه أعراض جسدية. هذا بيستمر لفترات قصيرة. عادة المشاعر والانفعالات هي زي الأمواج في البحر، بتكون فترات قصيرة وبتروح. يعني زي الموجة بتطلع بحدتها وبعدين بتنزل طبعاً. ما بتضل لفترات طويلة. هلأ الاكتئاب هو بضل لفترات بيكون في طويلة، استمرارية لإله للأسف. يعني بيكون في استمرارية بمشاعر الحزن لدرجة إنها بتصفي حالة ليست فقط شعور. عرفتي كيف؟ فبتستمر، مفروض تستمر أكثر من أسبوعين بشكل مستمر لنقدر نقول إنه هاي حالة اكتئاب. والموسمي عادة ببلش بفترة معينة بالسنة وبنتهي بفترة معينة، وكل سنة بتكرر بنفس الوقت. حلو كتير. فما بنقدر من مرة واحدة الشخص صار له هذا النوع من الاكتئاب نقول هذا اكتئاب موسمي. لازم يكون تكرر أكثر من سنة لنقدر نحدد إنه هذا اكتئاب موسمي. فهمت عليك. تمام. خلينا نتحدث شوي عن طرق علاج الاكتئاب الموسمي. هل ممكن يكون علاج دوائي أو ممكن يكون علاج سلوكي؟ نتحدث شوي عن هالموضوع. طبعا كمان لقيوا انه الاكتئاب الموسمي مربوط باكتئاب ثنائي القطب برضه، مش بس بالاكتئاب المزاج الحاد. فبالتالي في الحالات اللي بيكون فيها اكتئاب المزاج الحاد بنستعمل ادويه اللي هي الاس اس ار ايز بنسميها، وكمان بيستعملوا العلاج بالضوء الساطع بنسميه. فبيعرضوا الشخص لكميه من الضوء الساطع لفتره من الزمن كل يوم، ولقيوا انه هاي العلاجات عم بتجيب نتيجه منيحه. هلا لقيوا انه لما بنعمل هذا العلاج بالضوء الساطع مع التمارين الرياضيه لسه النتائج بتكون افضل. فهذه العلاجات طبعا في منهم بيلجأوا للعلاج السلوكي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، او هلا جديد العلاج الجدلي السلوكي. نعم. ختاما للقائنا معك، بس ما خلينا هيك ننصح المشاهدين بموضوع زيارة الطبيب النفسي أو أخصائي علم نفس بشكل عام. يعني أنه يمكن هاي الصورة النمطية الرائجة حول هذا الموضوع أنه الشخص بيستحي أو بيكون في عنده محددات أنه يتجه اتجاه هاي الخطوة. إيش بتنصحيهم أنه أي حدا بهالفترة من الزمن بيشعر بمشاعر أو أعراض الاكتئاب اللي تفضلتي فيها اليوم بلقائنا، شو لازم يعمل وكيف لازم يتجاوز يعني أنا برأيي إن هالحياة كتير ثمينة وقصيرة، الوقت ثمين وقصير، فحرام نقضي وقت عم نعاني وبدون حلول. إذا إحنا بنقدر نختصر هذا الوقت بإنه نتعالج ونقدر نعيش حياة مرضية، ليه لا؟ فبالتالي أنا بقول إنه ما يستنى الواحد على حاله ويلجأ للمساعدة المتخصصة. وكمان بقول إنه الأفضل النتائج عادة بيحصل عليها الواحد بأنه بالعلاج الدوائي مع العلاج السلوكي. نعم. فما يروح فقط للدوائي، لأنه هو بيحتاج لمهارات في الحياة صحيح. تساعده بأنه يطلع من هذا المزاج. فلقيوا بالدراسات أنه أحسن إشي يكون العلاج المجتمع بين السلوكي وبين الدوائي. نعم. جميل جدا. شكرا كثير لك بسمة كيلاني، أخصائية علم النفس العيادي. شكرا كثير، استفدنا من المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، معلومات جدا قيمة. ونتمنى أكيد للكل إنه إن شاء الله ما يتعرضوا لهالاكتئاب ويتأثروا نفسيا. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم. بالعكس. أما الآن مشاهدينا خلينا ننتقل مع بعض لفاصل قصير ومنواصل بعده، خليكم معنا.